هذا المشروع علمنا أنه كنا تكون سيارة قادمة، وهي يعني كين تقرب تزداد نسبة الخطر. إذن علينا أن نتوقف في مكاننا ولا نتحرك حتى تمر السيارة. هذا المشروع استفادوا منه الأطفال بأن إشارات المرور عندما تكون السيارة آتية علينا أن نتوقف. فكرة تخص السلامة المرورية، وهي مهمة للشباب للتلاميذ اللي حضرنا معهم باش تعرفوا مليح على الآخر، وكذلك فكرة كمشروع في المستقبل أنه مشروع هايل. المشروع التعليمي التدريبي الذي شفناه اليوم للمهندس المبتكر شراتي منور في مجال تعليم الأطفال طور الابتدائي سلامة المرورية. قام بعض الطلبة الجامعيين باستحداث وتركيب بعض الآليات لتحسيس التلاميذ بأهمية الأضواء داخل المدينة. أتذكر أنه في يوم 14 مارس القادم إن شاء الله رانا كذلك برمجنا لقاء مع واستجابة للاجتماع اللي عملناه على مستوى الولاية، كان كذلك لقاء استجابت لنا مؤسسة سون الغاز المديرية العامة اللي راح تدير كذلك لقاء مع المبدعين.